ذكرت وسائل إعلام قبرصية أن قطعا بحرية تركية اعترضت سفينة تابعة لشركتين الإيطالية كانت في طريقها للتنقيب عن الغاز المكتشف أخيرا في المياه القبرصية. وقال وزير الخارجية القبرصي أن الجانب التركي أبلغ طاقم السفينة بعدم مواصلة الرحلة بذريعة أن المنطقة ستشهد مناورات عسكرية، وأشار إلى أن الطاقم إني ينتظر تعليمات الإدارة في روما.